الجسد الجسم الذي له ابعاد اللي هو جسمك ده، لما تدخل فيه الروح زي ما دخلت في الطفل على طول يكاكي ويعيط ويروح ويجري ويعمل، تدب فيه الحياة، شأنه شأن البقرة. النفس شيء يؤاخذ الله به يكلفه، فهو حاجة تشمل العقل وتشمل القلب وتشمل سيطرتها على الجوارح، لكن الروح دي سر إلهي محطوط ومصحوب، اتسحب بقت جماد، حتة لحم هنوضع في القبر ونتحول إلى تراب مرة أخرى الذي منه خلقنا، لكن والروح إلى باريها. إنما الذي سيحاسب اللي هو النفس، ولذلك يسمونها النفس الناطقة. والناطقة معناها إيه؟ يعني المفكرة، يعني العاقلة، يعني المؤاخذ عليها، يعني التي هي محل للحساب والتي هي لها درجات من الخير والشر. فهناك نفس أمارة، وهناك نفس لوامة، وهناك نفس ملهمة، وهناك نفس راضية ومرضية ومطمئنة وكاملة. 7 درجات للنفس، ساعات يجعلوها 3، يجمعوها في 3 كده، النفس الأمارة واللوامة والملهمة، 3 هم عشان تحفظوه. أمارة بتؤمر بالسوء، لوامة يلوم فيها صاحبها نفسه، ملهمة ربنا نور بصيرته وماشي في أمر الله.